غندوليكم اليوم على اصغر مجرمه دازت في العالم، ماري. ديك البنت زوينه ولا شتيها كتبان فيها البراءه وتيتيزا، ولكن هي وحش في صفه بنادم. كانت البرهوشه كتصفيها للدراري اللي كتلعب معاهم، واللي طاحت فيه ما كترحمه، وكتقيد الدراري باقي صغار بزاف لشي بلاصه خاويه باش تشيل الجريمه تاعها. علاش هاد البرهوشه ماري وهي باقيه صغيره ولات مجرمه بالتسلسل؟ وكيفاش البوليس قدروا يعوقوا بها بواحد الطريقه سهله؟ السلام عليكم حباب، كي دايرين؟ بخير. بغيت نشوف شي دعم خطير في هذا الفيديو، الله ينوركم، باش تزعموني ندير لكم هاد الفيديوهات اللي خارج المغرب. في 1957 كتبدا القصه، فاش كانت بيتي اللي عمرها 17 عام حامله من ماري اللي دوينا عليها في الاول من علاقه غير شرعيه. وهي حامله بداو كيجيوها اضطرابات نفسيه والوسواس، حيت العشيق تاعها إجا فيها حملات هو يعلق وخلاها بوحدها. وداز الوقت وبيتي ولدات وكتحس بالعار، حيت بنتها ماري ما عندهاش باها. هادشي اللي خلى بيتي تخرج تخدم على بنتها ماري باش تعيشها وتصرف عليها، واللي خلاها تغيب عليها وتشوفها غير مرة وديما مخليها عند العائلة. ودازت الأيام وبيتي قدرت تجوج بالأب الأصلي تاع ماري، دار حتى دار، وفي الاخر رجع الحبيبة تاعو وغادي. والبنت ماري كتكبر وامها ما مديهاش فيها وديما مخليها عند العائلة ولا عند شي صاحبتها. وبيتي كانت حمقة، كانت ديما كتضرب بنتها وكتعنفها وكتسد عليها لمدة طويلة. واحد النهار كانوا جالسين ما بيهم ما عليهم، وهي تنوض بيتي بدات كتضرب بنتها ماري، ضرباتها وعنفاتها وما ردتش البال، فاش طرمات من الشرج من بنتها طرمات وطاحت على راسها على الحيط، وطاحت واحد الطيحة خايبة. والجيران اللي حداهم راه سمعوا الغواز وخرجوا وشافوا حتى البنت ماري طاحت من الشرجم، وجات لومبيلونس والبنت ماري كانت سخفانه وداوها للسبيطار. وديك الطيحه اللي طاحت على راسها دارت ليها مشكله في دماغها وبالضبط في العاصفه، ومن ديك الطيحه وهي البنت ماري مشاكسه في القسم وديما مدابزه وديما دايره لهم المشاكل. واحد النهار ماري كانت كتلعب مع اختها وشي بنات ودراري ولاد السيكتور، كيلعبوا قشقاش في واحد السطح تاع واحد الدار مهجوره، ويتيح واحد الدري من هادوك اللي كانوا كيلعبوا وطاح من الفوق وكاع عظامو دقدقوا ليه. ونورما خت ماري فاش جاو البوليس قالت لهم بلي الدري راه زلقي بوحدو، طاح بوحدو، ولكن الحقيقه لا، راه ماري هي اللي دفعاتو، وهادشي ما فرص حتى شي واحد من غير اختها نورما هي اللي شافتها. والبوليس جاو وما داروا والو، قالوا عادي راه دراري صغار كيلعبوا بيناتهم. وجات لومبيلونس ودات الدري للسبيطار. ودازت الايام عاوتاني ديك ماري جعلات، هاد المره قبضات واحد جوج بنات صغار كانت تلعب معاهم صغار، وشنقات عليهم وزيرات عليهم حتى عينيهم خرجوا، وكانت غادي تصفيها ليهم كما جات امهم هي اللي اعتقاتهم وجرات على ماري. وديك الساعه دورت البوليس وقالت لهم كاع داكشي اللي جابت، ولكن البوليس ما تيقوهاش، قالوا لها راه غير دراري صغار كيلعبوا. ونيت البوليس ما عارفينش بلي ديك البرهوشه راه وحش. وحتى النهار فاش ماري غادي تدير اول جريمه ليها، فاش البوليس لقاو واحد الدري صغير مارتين براون في واحد الدار مهجوره ميت، وما لقاو حتى شي اثار الجريمه ولا شي نقطه تاع الدم. والحاجه اللي لقاو هي واحد البواطه تاع الدواء مرميه حداه، وما داروا لا تحقيقات لا والو، وقالوا بلي الدري مارتن شرب كميه كبيره تاع الدواء وصحابه واش فاني دواء يموت. داز واحد 3 ايام بحال هكاك، وما يعاود تاني البوليس رجعوا لديك الدار المهجوره، هما يلقاو واحد الحاجه غريبه، لقاو واحد ورقه مكتوبه فيها انا اللي قتلت وغنعاود نقتل. وهنا البوليس بدا كيدخلهم الشك وعرفوا بلي شي واحد اللي دار هاد الجريمه شي واحد مهور. وفاش داروا الجنازه تاع داك الدري اللي مات، ماري اللي صفاتها ليه مشات في الجنازه تاعو ودار داك المثل الشهير تاع قتلو ومشى في جنازته، وحتى واحد ما فرصو حتى شي حاجه من غير اختها نورما. الحباب اللي كيتفرج ديما في يوتيوب يدوز عندي القناه المعيار في يوتيوب، غتلقاوها في اول كومنتير، راه فيها قصص اخرين زوينين. وبقاو البوليس كيقلبوا وما لقاو حتى شي دليل، وبالضبط من بعد شهرين واحد الدري سميتو براين تبطر وغبريه الاطار. وبدات الحمله كيقلبوا عليه الناس والبوليس، والبوليس جاو السيكتور فين ساكن وبداو كيسولوا الناس، وكانت منهم نورما اخت ماري.
البوليس هما يسولوا نورما واش ما باش لي هذاك الدري توتر حيت داك الدري كان ساكن حداها، ونورما كان صغيره وما عارفه والو. قالت لهم الحقيقه، قالت لهم اخر مره شفتو كان في الزعلوله كيلعب. وبصح نيت البوليس مشاو ولقاوه في ديك البلاصه اللي قالت لهم نورما، ولقاوه ميت وشي واحد اللي صفاها له. البوليس قالوا واه كيفاش هاد البروشه الصغيره عارفه هاد الدري فين كاين، وحنا اكثر من يومين حنا كنقلبوا عليه. والبوليس هما كيقلبوا داك الدري اللي مات متكينو كيقلبوه، هما يشوفوا جهه تاع عنقو احمر، يعني شي واحد اللي شنقو ويصفي عليه. وحيدوا ليه حوايج وقلبوه مزيان وما يلقاو شي ضربات بالموس. وفاش قلبوا البلاصه فين كان لقاو واحد المقص اداه الجريمه، وعرفوا باللي هذا اللي ضربو ماشي شي واحد كبير، حيت التراب اللي كانوا فيه كانوا خفاف، يعني هذاك اللي ضربو ما عندوش الصحه شي واحد صغير. وبوليس داروا حمله وسولوا كاع الناس والجيران اللي تماك، وبزاف تاع الجيران تهموا ماري باللي هي اللي قدرت تكون دارت هذه الجريمه. جابوهم بجوج نورما وماري وبداو كيقلقلوا فيهم وزيروهم مزيان. والبروشه تاع ماري كانت شيطانه ما باش تقر، ما قالتش لهم الحقيقه، ولكن نورما مع باقة صغيره دغيا قرات كيزيروها البوليس ويتقول الحقيقه باللي ماري صفاتها لجوج دراري وهي كانت حاضره، وباللي قالت لها اختها ماري ما تقولي لتا واحد هذا الشيء. وفي المحكمه ما حكموش على نورما حيت باقة صغيره عندها اقل من 7 سنين وساذجه ودغيا تلعبات بها اختها. ومن الجهه الاخرى ماري اللي صفاتها لجوج تاع الدراري واللي عندها اضطرابات عقليه حكموا عليها بمده غير معروفه، وحكمت عليها المحكمه حتى ترجع للحاله العقليه الطبيعيه عباش يقدروا يخرجوها. مها بيتي اللي خرجت عليها فاش تعصبات ورماتها من الشرجم، وهادشي علاش بنادم خاصو يعاود يبرز وما يتعصبش ولا تعصب كاع يستغفر الله. ومن بعد 3 سنين ماري قدرت تهرب من الاصلاحيه، هربات هي واحد البنت وهربوا، وثلاث ايام هما تينعسوا في الزنقه والبوليس كيقلبوا عليهم، هما يقبضوهم البوليس في واحد الشارع ورجعهم اصلاحيه. وفي العمر تاع 23 عام تلقوا الصراحه تاعها فاش رجعات للحاله العقليه تاعها الطبيعيه، ورجعات عاديه ودابا تقريبا في الستينات من عمرها.